وأعود إلى الرواية عن إمامنا الرضا صلوات الله عليه، وهو يجيب على أسئلة محمد بن سنان، إلى أن قال إمامنا الرضا: فأول ما اختار لنفسه العلي العظيم من الأسماء الحسنى، لأنه أعلى الأشياء كلها، فمعناه الله واسمه العلي العظيم، وهو أول أسمائه، لأنه علي على كل شيء. ما أحتاجه تحديدا هذه العبارة: فمعناه الله واسمه العلي العظيم. وقد بينت لكم هذا المضمون في الحلقة الماضية، لكنني أعيده لأهميته. فمعناه الله واسمه العلي العظيم. عندنا اسم وعندنا معنى وهو المسمى، فالمعنى هو المسمى. يمكننا أن نقول الاسم العلي العظيم والمسمى الله، أول معنى الله، مثل ما قالت الرواية الشريفة: فمعناه الله واسمه العلي العظيم. فما ستجدونه مترددا في الروايات من حديث عن اسم ومعنى وعن اسم ومسمى، المعنى واحد. الاسم هو الاسم الذي يشير إلى المسمى، يشير إلى المعنى، فالمعنى والمسمى واحد. فمعناه الله واسمه العلي العظيم. هذا الحديث مثلما بينت لكم في أفق الحقيقة المحمدية، ومر علينا من أن الله خلق اسما وجعله كلمة تامة، وتجلت من ذلك الاسم تجليات، إنها الأسماء الأربعة، التجليات الأربعة. فهناك التجلي المكنون المخزون، لم يظهر للخلق وإنما استقر في ظله سبحانه وتعالى، فلا يخرج منه إلى غيره. وأشرقت الأسماء الثلاثة التي أولها وسيدها الله، ومعه الرحمن الرحيم. ومن هذه الأسماء أشرقت الأسماء الحسنى الفاعلة، التي منها صدر كل شيء في سلاسل العلل والمعاليل، في سلاسل الفيض. أول اسم تجلى من الاسم الأول الله، تجلى العلي العظيم. ومن هنا تفرعت بقية الأسماء، ومر هذا الحديث في الحلقات المتقدمة. هذه البيانات وهذه التوضيحات من أن
الاسم الأول الذي تجلى هو هذا الاسم، وبعد ذلك تجلت منه تجليات، وأول تجل هو هذا، والتجلي الثاني هو هذا. هذا الكلام كله تقريبي، هذه حقائق الغيب العظمى لا نستطيع أن نحيط بكنهها. الأئمة صلوات الله عليهم يحدثوننا بحدود لغة قاصرة لا تستطيع أن تتجاوز عالم التراب، ونحن محكومون بحدود مداركنا، فما يصل إلينا من بيانات إنها إخبارات تحتاج إلى دراسة وإلى تفهم وإلى تدبر، وكل ذلك هو بداية إدراك العقائد، فإن إدراك العقائد لا يتأتى من طريقة القراءة والكتابة أو من طريقة التعلم والتعليم. ما نتعلمه من خلال هذه الأسباب يكون بوابة لإدراك العقائد بالنحو الصحيح. من هنا نحتاج إلى التواصل الروحاني، نحن نحتاج إلى العبادة. وحين أتحدث عن العبادة لا أتحدث عن نحو من أنحائها، سيأتينا الكلام عن العبادة ومعناها ومضمونها، سيأتينا الكلام في الحلقة القادمة وما بعدها. فنحن بحاجة إلى أن نتعلم من خلال وسائل التعلم، لكن الذي نتعلمه بمثابة بوابة، هذه البوابة إذا أحسننا التعامل معها نستطيع حينئذ أن ندرك العقائد بشكل صحيح. أضرب لكم مثالا، والمثال حسي، والمثال الحسي يقرب من وجه ويبعد من وجوه كثيرة. على سبيل المثال، إذا أردت أن أخذ قلمي هذا وأن أكتب شيئا مما يدور في ذهني، على سبيل المثال إذا أردت أن أكتب تعريفا لهذا الكتاب الذي بين يدي، أن أعرف كتاب معاني الأخبار، فأقول من أنه للشيخ الصدوق مثلا، كيف تتم هذه العملية؟ هناك مركز الذاكرة في الدماغ في المخ، ستخرج المعلومة من مركز الذاكرة إلى مركز الإرسال. قطعا يسبق هذا أن مركز القرار في دماغي اتخذ القرار أن أكتب تعريفا لكتابي معاني الأخبار. هذا كله
يحدث في لحظة واحدة، لكنني أستطيع أن أفهرس هذه الأحداث بحسب علو رتبتها لا بحسب الزمان. إنني أتخذ القرار أن أعرف كتاب معاني الأخبار للشيخ الصدوق على ورقة. صدر القرار، فلما صدر القرار تحرك المحرك الفكري في دماغي واستخرج المعلومة من مركز الذاكرة وفحصها. بعد أن فحصت المعلومة واستقر القرار على إرسالها إلى مقر الإرسال، هذا كله في الدماغ، فتبدأ عملية الإرسال إلى الجهاز العصبي عبر الإشارات المناسبة، إنها الخوارزميات الإنسانية، مثلما تتفعل الخوارزميات في الروبوت في الإنسان الآلي. فتصل الإشارات إلى الجهاز العصبي وهكذا إلى الجهاز العضلي، وها أني أمسك بقلمي وبعد ذلك أترجم الفكرة التي وصلت إلى مقر الإرسال في الدماغ، أترجمها بخط على الورق بحروف مصفوفة وبكلمات متراصفة، كل ذلك في آن واحد من الجهة الزمانية. القرار مركز الفكر، مقر الذاكرة، حركة المعلومة من مركز الذاكرة إلى المحرك الفكري في الدماغ، عملية الفحص تجري، وفي الوقت نفسه عملية الإرسال تتحقق. الجهاز العصبي والجهاز العضلي نصل إلى هذه الحركة، أن أخذ القلم وبعد ذلك أخط الفكرة على الورق. هذه كلها تجليات. حينما صدر القرار البداية هناك، فأين تجلى هذا القرار؟ تجلى في حركة مركز الفكر باتجاه مركز الذاكرة، وبعد ذلك تنتقل المعلومة من مركز الذاكرة إلى مركز الفكر وإلى فحصها والتأكد منها، إلى مركز الإرسال، إلى الجهاز العصبي والجهاز العضلي، إلى يدي وأصابعي، إلى القلم وعبر القلم من خلال حبره ومداده على الورق، سترسم الكلمات التي أريد منها وبها أن أعرف هذا الكتاب. هذه كلها تجليات حدثت في آن واحد. مثال حسي. المثال الحسي كما قلت لكم يقرب من وجه ويبعد من وجوه كثيرة. التجليات التي نتحدث عنها حينما نتحدث عن أن الله سبحانه وتعالى تجلى
في الحقيقة المحمدية تجلى بجماله وجلاله وعظمته وكماله. ومن أن الحقيقة المحمدية تجلت بالأسماء الأربعة، الاسم المكنون والأسماء الثلاثة الظاهرة، والاسم الأول منها الله، وتجلى بالعلي العظيم، وبعد ذلك تجلت بقية الأسماء. إننا لا نتحدث عن مسألة مراحل في مصنع من المصانع، نحن نتحدث عن حقائق الغيب بعيدا عن قيود الزمان والمكان. المثال الحسي الذي جئتكم به قد يقرب الفكرة إلى حد ما. يمكنني أن أقرب لكم الفكرة من جهة أخرى بمثال حسي آخر. حينما يشرق ضوء الشمس وينعكس في أعداد كثيرة من المرايا، مرايا كبيرة، مرايا متوسطة، مرايا صغيرة، مرايا صقيلة جدا، مرايا ما هي بصقيلة جدا. في الوقت نفسه يكون ضوء الشمس قد وصل إلى جميع هذه المرايا، ولكن المرايا الصقيلة ستكون أسرع وأوضح وأبين وأشد في عكسها وانعكاسها لضوء الشمس الواصل إليها، بخلاف المرايا التي ما هي بصقيلة، مرايا مشوشة ليست صقيلة، ليست واضحة. وما ينعكس من المرايا الكبيرة سيختلف عن الذي ينعكس من المرايا الصغيرة، وما ينعكس عن المرايا المتقدمة التي هي أقرب إلى الشمس نسبيا سيختلف عن الانعكاسات في المرايا البعيدة نسبيا. إلا أن التجلي في أصله كان واحدا وفي زمان واحد، لكن المرايا هي التي اختلفت. اختلاف تجليات الأسماء باختلاف الحكمة التي ترتبط بصدورها وتجليها، مثلما هناك حكمة عند صانع المرايا، فحينما صنع مرآة كبيرة وصنع أخرى متوسطة وصنع أخرى صغيرة وصنع
مرايا صقيلة ومرايا مشوشة، هناك حكمة، هناك هدف، هناك غاية عند صانع المرايا. تجليات الجلال هي غير تجليات الجمال. صحيح أن الجمال يستبطن الجلال في الأسماء الحسنى، وأن الجلال يستبطن الجمال، ولكن المشارق التي تشرق هي التي تكون فاعلة في هذا الوجود. الشمس في وقت شروقها إنها تستبطن غروبها، فالشروق يستبطن الغروب والغروب يستبطن الشروق، فالغروب سيعود إلى شروق والشروق سيعود إلى غروب. الأمثلة الحسية تقرب من وجه وتبعد من وجوه كثيرة. العلي العظيم الاسم الأول الذي تجلى هو المظهر الجلالي الأتم، قطعا يستبطن الجمال. الجمال استبطن في الاسم المكنون، رحمتي سبقت غضبي، إنها الحقيقة المحمدية في أصلها. أول ما خلق الله خلق المشيئة بنفسها، إنها الحقيقة المحمدية التي تشرق جمالا. رحمتي سبقت غضبي، الرحمة عنوان للجمال، والغضب ما هو بغضب المشاعر عندنا نحن البشر، الغضب عنوان يشير إلى الجلال، لأن الرحمة حين تستعمل هنا يدركها الإنسان بسهولة، تشير إلى جمال مشاعر الإنسان. وأما الغضب يدركه الإنسان بسهولة، يشير إلى قوة مشاعره وإلى جبروتها. قطعا إذا كان الغضب حكيما. رحمتي سبقت غضبي، الحقيقة المحمدية حقيقة جماله سبحانه وتعالى، وهي تستبطن حقيقة جلاله. فللحكمة تجلى الجلال منها في الاسم الأول الله، وحين أشرق بهذا الاسم العلي العظيم، الحقيقة العلوية هي مجلى الجلال الإلهي، وهي تستبطن جمال الله، مثلما الحقيقة المحمدية في أول صدورها وفي أول تجليها إنها تظهر جمال الله وتستبطن جلال الله، وحينما تجلت فيها الأسماء الأربعة، الاسم المكنون، ها
هذا الاسم المكنون هو جمال الحقيقة المحمدية. ربما أستعمل هذا العنوان للتقريب، محمد هو الحبيب، محمد هو أحب ما خلق الله إلى الله، والحب قرين الجمال. فالوجه المكنون حقيقة جمال الأول الذي لا أولية لأوليته، والذي أشرق في الحقيقة المحمدية الأولى، في الحقيقة المحمدية العظمى. لكن حين أرادت أن تتجلى لما سيصدر منها من سلاسل العلل والخلقيات ومن سلاسل الفيض، فإن الباب الأول، فإن الاسم الأول هو الله. وهذا العنوان عنوان الجلال الإلهي، ولذا فإن أول اسم تجلى منه العلي العظيم، فالاسم العلي العظيم والمسمى والمعنى الله. هذا الموضوع سأعود إليه حينما أحدثكم عن العبادة، لكنني أردت أن ألفت أنظاركم إلى هذه النقطة المهمة، من أن الحديث هنا في مستوى الحقيقة المحمدية، فالحقيقة العلوية هي من مجال الحقيقة المحمدية. وإذا كان هناك من اسم ومسمى، فإن الحقيقة المحمدية هي المسمى، هي المعنى. والحقيقة العلوية هي الاسم. قلت إذا كان هناك من اسم ومسمى، لأجل أن أقرب الفكرة إليكم، وإلا فإن الحقيقة العلوية هي الحقيقة المحمدية بوجه من الوجوه. هذا الاسم الظاهر الأول من الأسماء الثلاثة الظاهرة هو هذا عنوان للحقيقة العلوية. هذا هو المعنى، وهو من مجال الحقيقة المحمدية. وأما الاسم فهو العلي العظيم، مثلما قال إمامنا الرضا، وكل هذا في شؤون التوحيد في الركن الثاني. الحديث عن الأسماء الحسنى حديث واسع جدا. معارف الأسماء الحسنى تحتاج إلى وقت طويل كي أضعها بين أيديكم بشكل واضح ومبسط مع تفصيل لمعانيها ومضامينها. إذا وجدت فرصة في قادم الأيام ربما
سيكون لي من حديث في هذه الأجواء، لكن وأنا في دائرة ضيقة من الوقت وبصدد رسم خارطة للعقيدة السليمة، لا أستطيع أن أسهب في هذه الجهات، لكنني سأعود إلى الاسم والمسمى حينما أتوغل في الحديث عن العبادة. هذا هو الذي أردت أن أضعه بين أيديكم توضيحا للمطلب الذي مر علينا في حلقة يوم أمس. نذهب إلى فاصل.